نوال من وجدة. اهلا وسهلا. صباح الخير دنيا. صباح النور نوال. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. مرحبا. الله يبارك فيك. عندي بيتزا بالمايونيز سائله وعندي واحد السلطه خفيفه. غادي ناخذ بيم حيت غير وصفه واحده. ناخذ البيتزا بالمايونيز. داكوغ. العجينه فيها ثلاثه تاع الكيسان تاع العنبه دقيق. ثلاثه الكيسان عنبه ديال الدقيق. جوج كيسان ما تا هما عنبه. جوج كيسان الماء. واحد الكاس ديال اتاي غير داك الصغيور تاع حياتي. زيت. الملح. ملح. معلقه صغيره خميره كيماويه. معلقه صغيره خميره كيماويه. معلقه كبيره سكر. معلقه كبيره ديال السكر. جوج معالق كبار حليب بودره. جوج معالق كبار حليب بودره. هذا الخليط ديال العجين غادي نضربوه في الخلاط الكهربائي ونخليوه جانبا. الحشوه غادي ناخذ واحد شويه تاع الكفته غادي نشحوها غير بوحدها بالملح والبزار تتفرش. هنا الكفته غادي نشحروها بالملح والبزار. وناخذ عاوتاني واحد الفلفله ونقطعوها مربعات صغيره ونشحروها بشويه تاع الزيت والملح والبزار بوحدها حتى هي. وبصيله عاوتاني مشلله رقيقه نشحروها حتى هي بوحدها. نخلط هاد المكونات مع بلاتي مشلله رقيقه مشحرينها في الزيت والملح والبزار. وغادي نخلط الفلفله مع البصله ومع الكفته ونوجدوا واحد نزيدوا عليهم ثلاثه تاع البيضات. ثلاثه البيضات. ثلاثه المعالق كبار مايونيز. ثلاثه معالق كبار مايونيز. وثلاثه الفرماجات مثلثين. ثلاثه الفرماجات مثلثين. نخلطوا كل شيء هذا الشيء مع الفلفله والكفته والبصله. وفي قوالب فرديه. اللي سبق شحرنا قبل. فوالا. في قوالب فرديه تاع السيليكون. غادي من الاحسن بنادم يدير هذوك الكويغطات لي كيسات تاع باش ما تجيش لاصقه منه. نديروا واحد الكويعط واحد لي كيسات الوحده ونحطوا شويه من هذاك العجين تاع البيتزا ونحطوا فوقه شويه من هذه الحشوه. يجي بحال دي مادلين. وندخلوهم يطيبوا ومن يخرجوا نديروا فوقهم شويه تاع الفروماج غابي وبالصحه والراحه لالا. نقدموهم بالصحه والراحه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك لالا. لالا نوال وتحيه ليك ولكل متتبعينا بوجدة على الخصوص وكل الناس اللي كيتصلوا.